مرحبا حبيباتي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير يا رب، وتضلوا بخير على طول. اليوم جيتكم انا بفيديو جديد، بدي احشي دجاجة واشويها. هذا الفيديو دجاجة المحشي. انا جبت دجاجة هون مثل ما شايفين، نقعتها بمعلقتين طحين ومعلقتين زيت بلدي، نقعتها لمدة ربع ساعة، بعدين غسلتها. الطحين كتير منيح بيروح الزنخة، هو والزيت البلدي. وعندي هون المكونات، أكيد موجودة بكل بيت بإذن الله، ما لها صعبة كتير. عندي هون جزر، عندي قطعتهم أنا حبتين ثلاثة جزر، عندي هون فليفلة حمراء وحدة بس، حبة وحدة أنا قطعتها، وإذا عندكم خضرة كمان بيمشي الحال، وصفرة بيمشي الحال، يعني فيكم تحطوا ملونين. عندي هون جزر كمان قطعته جاهز، عندي هون لحمة تقريبا شي وقية أو وقية ونص، عندي اللوز هون قليته وجهزته عشان ما أطول عليكم الفيديو. هون عندي أربع حبات بطاطا قشرتهم وجهزتهم، عندي بصلة هون، البطاطا حسب الرغبة، يعني البطاطا والجزر حسب الرغبة. عندي هون بازيلا زبدية كبيرة تقريبا، عندي نص معلقة فلفل أسود، نص معلقة كركم، معلقة ملح، عندي هون معلقة مية بندورة، عندي هون نص ليمونة برشتها أنا، عندي هون هيل نص معلقة، عندي بهارات مشكلة نص معلقة، وقرفة نص معلقة، وعندي هون جنزبيل نص معلقة، وهي هون قشرت قسمت نص ليمونة وعصرتها، وعندي هون نص زبدية زيت بلدي، وهون عندي نص كاسة لبن. هلا أنا بدي ساوي، بسم الله الرحمن الرحيم، بدي ساوي الخلطة. هلي بدي حطها على الجاج. هون جنزبيل، هاي البهارات كلها بدي حطها فوق اللبن، هذا الصوص هاللي بدي افرك فيه الدجاجة، هاي البهارات كلها حكيت لكم عليها حطيتها هون، وهي عصرة ليمونة والملح والمية البندورة. عن جد جربوها، هون بشرة ليمونة. طبعا الدجاجة انا غسلتها منيح، ما فيها زنخة ابدا باذن الله، بس كمان البشرة ليمونة كتير كتير ظريفة وبتعطيها طعمة طيبة، ونص الليمونة التانية انا عصرته. هلا هيك انا ساويت الخلطة، هي بدي اخلط فيها الدجاجة مثل ما شايفين، عن جد بتطلع طعمة باذن الله ولا اروع منها، شايفين حبيباتي؟ هلا هون انا عندي دجاجه، هي الخلطه بدي اخلط فيها الدجاجه، بس انا هون حطيت زيت، بدي اقلي اللحمه مشان اطبخ الرز بازيلا مثل ما شايفين. هي ما بتاكل وقت، هلا قليت اللحمة، بدي احط لها معلقة صغيرة ملح ونص معلقة فلفل اسود، وبدي احط البازيلا، بدي احط الجزر المفروم، بدي اقلبهم مع بعض. هلا بدي احط الرز، كاسة ونص رز بكفوا للدجاجة، انا ما بدي اطبخهم زيادة، نص طبخة، بدي احط لهم كاسة مي واحدة. انا بحط لكل كاسة رز كاسة مي، بس انا هلا ما بدي اياهم يستووا كثير، نص استواء بدي اياهم. هلا رح اغطي الطنجره وارجع لكم.
هلا انا طبقت الرز بزيلا وبدي هلا بهر الدجاجه. انا بدي بهرها مشان تغب الصوص مثل ما شايفين هيك. عفوا انا بدي فوت ايدي حتى هون، شوفوا كيف فوت ايدي لجوا، بدي بهرها من جوا تحت الجلد مشان اللحم كله يتشرب هيك. لازم انا فوتت ايدي تحت الجلد مثل ما شايفين، بدي بهرها كلياتها بالصوص اللي سويته حتى من ورا قلبتها. انا كمان بفوت اصبعتي هيك بيقوم بينفصل الجلد عن اللحم. لازم بهرها كلها من ورا ومن قدام مثل ما شايفين. انا بهرتها حتى بقلبها بدي احط، شوفوا كيف بقلبها كلها لازم احط من الرقبة، من هون من عند الرقبة كمان لازم احط شوي. هلا هيك مثل ما شايفين انا بهرتها كلها وبدي استنى ليستوي الرز لاحشيها. انا ما حطيت كل الخلطه، زاد عندي نص الخلطه، هلا بس يستوي الرز رح ارجع لكم. محمود حبايبي هلا استوى الرز بزيلا، انا ما خليته يستوي كتير كتير مثل ما شايفين، هو بده بس شوي تهدايه. هلا عندي اللوز انا هون قليته جاهزه مشان ما اخذ وقت عليكم كتير، بدي خربطهم مع بعض وبدي بلش احشي الدجاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. هي مفتوحة وانتم مثل ما شفتوني انا لحط لطول معلقة لانه انا بلشت تحترق ايدي، سخن هو. لحطهم هلا بمعلقة هيك، انا حطيت بس كاسة ونص رز بكفو، بدي احشيها هيك. هلا هيك خلصتها كلياتها حشيتها، هلا انا بدي اقطبها. جبت خيط ابيض مثل ما شايفين، بدي بلش القطب. بسم الله بقطبها بهالطريقة. هي ما أكلت كاسة ونص رز لأنه لسه الرز بده ينفش، أنا ما حطيته مستوي كامل مثل ما شفتوني. شفتوا طريقة القطب سهلة كتير كتير، بس ضروري الخيط الأبيض. هلأ هالطريقة بقطبها. كلها لازم تنقطب. لخلص القطب اخر شيء شوي برجع لكم. هلا حبايبي انا خلصت خياطة، هلا بدي اربط لها اجريها. عندي هاد البلاستيكة هاي بدي اربط لها اجريها، واذا مو موجوده البلاستيكه فينا بالخيط. شايفت لكم هي البلاستيكه صغيره ما حتكفي، رح اربط لها اجريها بالخيط. هو مو ضروري يعني، بس هيك منظرها بيطلع احلى. رح اربط لها اجريها بهالطريقه وبرجع لكم. هلا شفتوني ربطت لها اجريها بهالطريقه، هو مو ضروري يعني بس انشان المنظر. انا عندي هون كيس حراري، هلا بدي احط الدجاجة بقلب الكيس ولح ارجع لكم. هلا حطيت الدجاجة مثل ما شايفين بالكيس الحراري. عندي هون الفليفلة انا حكيت لكم عنها بدي احطها كمان، وعندي هون الجزر انا مقشرته وفارمته، عندي هون كم حبة بطاطا مقشرتهم مع بصلة
وهذا كمالة الصوص اللي فركت فيه الدجاجة، كمان بدي ديرهم بالكيس. وهلا رح اربط، رح اربطها منيح. هلا انا ربطت الكيس هون مثل ما شايفين، وحطيت الخضرة بقلبها. وهلا بدي احطها هون بالصينية، انا حاطة مجهزة صينية وحاطة عليها ورق زبدة على حرارة 180 تقريبا، بتاكل معي ساعة. رح نحطها بالفرن شوية وبرجع لكم. كيفكن حبايبي؟ رجعت لكم. هذا الفيديو تبعنا لليوم خلاص. مثل ما شفتوني انا حشيت الدجاجة وشويتها، وهي النتيجة، وهي الخضرة اللي حطيتها بقلبها، وعملت لكم صحن سلطة وعملنا هون رز بازيلا. بس انا ما حبيت احط الدجاجة فوق الرز بازيلا لانه فيها خضرة وما بتكفي بالصحن. هي النتيجة، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. اذا حبيتوا الفيديو وعجبكم اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس وحطوا لايك، انا بحبكم كتير. احلى تحية مني لكم، انا ام ماهر.